أجمع معظم جرحى حادثة انقلاب حافلة نقل المسافرين ببلدية المشروحة بولاية سقهراس أمس أن السبب يعود لفقدان السائق للمكابح. عبد الغني فريحة مدير الصحة والسكان بالولاية تحدث من جهة عن أهم إجراءات إسعاف الجرحى. أنا كنت في المشروحة بس كنت نخدم، وصلت للمشروحة لسنا في لاري بوبيوس، للبيوس ركبنا في خارجة المشروحة، بدا يوم في الحفرة ولا ما نبديش، جا رتوفر من الأورا خلا قاعد يشوف الفران قاعد يجبد فيه ولا يفهمنا حتى حاجة، مون با دو مينيت تقلب البيوس. بعد كيما تقلب البيوس شغل الناس تتريغو هكاك تعرف. خرجت على البارابريز الأخر. جيت نشوف نلقى الغيشي من واحد في الطريق، ما فقناش برواحنا خلص. وصلنا المشروحة ركب الغيشي فدنا شوي، جاي يضرب على الفرامل ما لقاش الفرامل. وصلنا لواحد الدورة ضيقة شوية كا، ضرب في اليد وضرب في لومباليز. من بعد ثم كي نصرى الحادث، وصلنا نلقو البيس مقلب، نلقو كاين ناس على البرا تما اللي خرج ينجم يخرج روحو خرج، اللي ما نجمش خرجناهم. وفي واحد السيس ولا ست كادافر في وسط البيس الداخل، بقى واحد حي رجلو كانت مقفول على تما متقلب عليه البيس على رجلو. حاولنا نو المسعف اللي معايا بالديكارتور، خرجنا عينا البيس على رجليه من تحت، وحاولت نجبدوه في الجبدة هذيك. كان البيس معمر بالدم، زلقت رجلي ما بين النوافذ تاع البيس المكسرة، فاهم؟ إذن 22 حالة قد تم التكفل بهم على مستوى المستشفى، ولم يتم هناك أي حالة أجليت خارج الولاية، فالتكفل كان محليا بعد توفير جميع الوسائل ودون استثناء.